يا رب، ممكن أسألك ليه بتسيب الشر في الدنيا مع إنك مش بتحب الشر؟ حبيبي، أنا فعلا مش بحب الشر أبدا، لكن الشيطان والناس هم اللي عملوا الشر. أيوة يا رب، بس أنت كان ممكن تمنع الشر ده. حبيبي، لو منعت الشر خالص كأني منعت حرية الإنسان. لازم عشان تبقى حر يبقى في فرصة للخير والشر. طب يا رب، ما الحرية دي هتخلي ناس تغلط وتهلك. يا حبيبي، أنا بحاول بكل الطرق إن أساعد الناس تمشي صح. بكلمهم وأويهم وسامحهم لما يغلطوا، لكن لازم في الآخر هما اللي يختاروا الصح. يا رب، طب ليه الألم والتجارب مع إنك بتحب أولادك قوي؟ حبيبي، الألم والتجربة دول هدية مني لأغلى أولادي. إزاي بقى يا رب؟ ده في وجع وعذاب ومشاكل. حبيبي، الوجع والعذاب والمشاكل بيخلوا الواحد يصلي أكتر، بيساعد الواحد يبعد عن الخطية، بيعلموا الواحد الصبر والمحبة والخدمة والحكمة وكل حاجة حلوة. يعني يا رب، ما كانش ينفع تبقى الحياة دي من غير شر ومن غير ألم؟ تصور يا حبيبي، لو الحياة سهلة كده مين كان هيشتاق لحياة أبدية؟ هنا الحياة مؤقتة، وأنا مش عاوز الناس تمسك في الحياة دي، عاوزهم يطلبوا الحياة الأبدية. يعني يا رب، المفروض الواحد يعمل إيه لما يحصل له مشاكل وتجارب؟ أهم حاجة يا حبيبي يفضل يصلي ويصدق انه كله خير، ده مكسب مش خسارة، ما يشكش ابدا. وان كان في حاجة وحشة في حياته لازم يتوب ويرجع علشان الحكاية تفك بسرعة. يعني يا رب، في السماء مفيش شر ولا ألم ولا اي حاجة تضايق؟ صدقني يا حبيبي، السما دي حلوة قوي، وكل واحد غلب الشر وهرب منه، وكل واحد غلب الألم وتعلم يشكر ربنا في التجارب، هيبقى فرحان قوي قوي في السما. يا رب، أنا بشكرك حتى على الشر اللي في الدنيا وعلى كل الألام، بس خليك دايما جنبي يا رب. أنا معاك يا حبيبي، أنا معاك دايما طول العمر.